زمان كنا نلعب لغرض الترفيه، الآن أصبحت الألعاب مجال للاستثمار والتطوير وصناعة تنمو بشكل مستمر. خاصة بوجود لاعبين محترفين ومطوري ألعاب. حالياً صار في مؤسسات، يعني صار انتقل الموضوع إنه ترفيه وناس قاعد تلعب لشركات قاعد تدخل فلوس منها، سواء إنهم قاعد يطورون أو يكتبون أخبار عنها أو يروحون رحلات كتغطية لها ويسوون لها تقارير عندنا في السعودية، لأن سوق الألعاب زي ما تشوفين في ناس كثار قاعد يلعبون، مو بالصغار من هاي الفكرة الخاطئة، في ناس كبار وفي فلوس قاعد تدخل بشكل كبير للألعاب. من معارض الألعاب والمؤتمرات في بعضها بس عشان يعرضون الألعاب الجديدة أو حتى يكون في بطولات ضد بعض ويتنافسون فيها ويكون فيها جوائز ومكافآت لها، يعني حتى قبل كم أسبوع كان في مسابقة للألعاب مثل فيفا والألعاب قتال وغيرها وتوصل مبالغ عالية، يعني حتى بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يدعمون هذه الأمور في أي معرض تكون موجودة. عبد الله كونش وعبد العزيز النغموش مطوري ألعاب مستقلين اعتمدوا على مهاراتهم الشخصية وشغفهم للألعاب والبرمجة في تعلم تطوير الألعاب وصناعتها، وبالرغم من وجود التحديات إلا أنهم يرون بأن الأوضاع الحالية لهذه الصناعة تسير بشكل جيد. تطوير الألعاب مشابه بتطوير الأفلام، في ديزاين وفي قصة وفيها أوبجكتيف للهدف وفي هدف من اللعبة نفسها وفيها فيها مراحل ديزاين كثيرة وفيها أفكار، بعدين تبدا تنشا عاد اللي هو هذا تكون متقسم على مدى ثلاث اقسام، البرودكشن والبري برودكشن واللي هو الفاينل البوست برودكشن. غالبا البري برودكشن يكون على الافكار اللي في اللعبه نفسها، ايش اللعبه فيها افكار وايش الهدف اللي تدعمه باللعبه. الحمد لله في السعوديه عندنا في شركات كثيره الان بتحاول تستثمر الموضوع لكن ما هو بالحجم الكافي، فلذلك من المهم برضو للمستثمرين أنه يتجرؤوا أكثر ويستثمروا في قطاع الألعاب. أيضاً عندنا جامعات قاعدة تحاول تقدم برامج لها علاقة في مجال تطوير الألعاب وتصميم الألعاب، وهذا يعتبر شيء طيب. وأيضاً في شركات بترسل طلاب إلى شركات عالمية في خارج المملكة بحيث أنه يتدربوا عندهم فترة من الزمن ويرجعوا لنا بهذه المعلومات على أساس أنه حتى يستفيدوا منها في البلد. يعتبر قطاع صناعة الألعاب من أهم قطاعات الترفيه والتقنية عالمياً التي تدعم الاقتصاد الرقمي، لذا فإن الاهتمام به من خلال تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية والدعم للمواهب الشبابية أصبح مطلباً ضروري. وعد عارف، NBC الرياض.